24 تنقل لكم الحدث بالصوت والصوره والله الضمانات قلت يعني في البدايه هي النيه الصادقه بين الاداره والمدرب مع الطاقم الفني يعني حسيت باللي النيه صادقه من عندهم وانا نفس الشيء تبادلت جيت بنيه صادقه اني جيت باش نعمل باش نطور النادي بطموحات كثيره بطموحات كبيره و في الاخير الضامن ربي سبحانه والنتائج هي اللي تحمل المدرب دائما في كل مغامره تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي وما تنساوش الاشتراك في قناتنا على يوتيوب وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد